عسلمة عسلمة عسلمتكم من هسكل شحويلكم، إن شاء الله تبدأوا في خير ونعمة يا رب. كما تراو بسم الله، اليوم إن شاء الله باش نعمل مع بعضنا جاتو ساهل وبنين يجي لفطور الصباح وإلا لمجة العشية، نودكم ولنشاهيكم. وأكيد بخد تربي باش تكون روسات سهلة ما فيها حتى شيء. كيف ما ريتو خذينا كعبتين عظام بسم الله عليهم لهنا 180 جرام سكر تقريبا صحفة هكا صغرون. تنجموا بالنسبة للسكر كيف ما تنقصوا كيف ما تزيدوا انتوما والحلاوة اللي تحبوها بالطبيعة. ركضنا السكر والعظام مع بعضهم بسم الله ونزيدوا هنا ساشي سكر فاني. بسم الله بعد ما ركضناهم مليح مع بعضهم كيما تراو لهنا باش نزيدو 100 غرام زبده. بالنسبه للزبده مخرجينها من قبل شويه من الفريجيدير باش تذوب في عقلها يعني وتكون طريه وتطوعنا. ديجا انا ما ذابتليش بالقديه بالقديه، تحسوها هكا تعبتني شويه دوب شويه، اما نتوما هكا اقراو حسابكم من المستحسن تخرجوها قبل بشويه. ونزيدو عليهم هنا كعبه ياغورت. بالنسبه للياغورت اللي عندي فيها 150 غرام. في العاده يتحط ياغورت سون سكر بلا السكر يكون طبيعي، اما كان ما عندكمش بلا السكر في الدار تنجموا تحطوا ياغورت فاني مش مشكل. بسم الله بعد ما خلطنا المكونات الاخرى كلها مع بعضها نجيو هنا للفرينه. بسم الله بشويه بشويه نبداو نزيدو في 200 غرام فرينه حسب التقريب. حسب التقريب 20 مغرفه نتاع ماكله لا كبيره ولا صغيره، تبدا 20 مغرفه متوسطه ولا، ونخلطوهم مع بعضهم ونزيدوا واحده خميره نتاع جاتو. نكملوا ونخلطوا المكونات الكل في بعضهم كيما ريتو ما فيهم حتى شيء. نجيبوا بول اخرى ونحاولوا نقسموا تقريبا قد قد يعني مش باش نوزنوا، هنا ميزانه ناخذوا شطار الكميه في بول اخرى صحفه اخرى نزيدوها لهنا. بسم الله مغرفتين نتاع ماكله كاكاو. بالنسبه للكاكاو انا استعملت كاكاو المر ونخلطوه مع الخليط اللي حطيناه فيه هذاك اللي على جنب. المهم نحاولوا ندخل المكونات كلها في بعضها ما يقعدوش كعبر كعبر كيما الفارينة فوالا ما فيها شيء. وبالنسبة للكاكاو استعملت المر باش ما يجيش معناتها حلو، كان عندكم الكاكاو الحلو اقراو حسابكم في السكر. بسم الله جبت المول متاعي. بالنسبة للمول متاعي قبل ما ننسى الديامتر متاعه 240، دهنته بالزبدة وكيما ريتو رشيت عليه شوية فارينة هكي كنكون متأكدة اللي الجاتو متاعي بقدرة ربي مش باش تلصقلي. وديما تسألوني فما برشا ديما يبعثوني معناتها ميساجات يقولوا لي علاش الجاتو ما تجينيش عالي، قد راهو ما تكبروا في المول بالطبيعة الجاتو ما تجيكمش عالي، قد ما تصغروا في المول متاعكم يعني قد ما الجاتو متاعكم بقدرة ربي تجيكم عالية. بالطبيعة تبدا كونتيتي العظام شوية والمول متاعكم كبيرة ياسر يعني تتنفخ في الفور وكي تخرج تتفش، هذاك علاش صغروا في المول متاعكم بقدرة ربي تجيكم جاتو عالي. فوالا كيف ما ريتو الطريقة سهلة، حطيت على جنب شوية من الأبيض وشوية من اللي بالكاكاو وخلطت مع بعضه وحطها توا على جنب. بسم الله نجيبو ثلاثة كعبات تفاح كيف ما ريتو، ما قشرتهمش وجست قصيتهم جررات جررات جويدين على الاخر على الاخر، كان تحبوا تقشروهم بالطبيعة تنجمو راهو تقشروهم. بسم الله هنا صبيت عليهم كيما تراو كعبة قارص عصرتها مليح مليح وجست استعملت الصفايه باش يقعدوا القلوب في الصفايه يعني، ونحاولوا ندخلوا القارص في التفاح منه يعطي بنة على بنة ومنه يخلي التفاح بتاعنا ما يكحلش بالكل. استوس يعني ديما اي غله تعرفوها كيف ما البنان كيف ما التفاح نكته قارص ما يكحلكمش بقدره ربي. وزيد اون بلوس الميلونج نتاع القارص والتفاح حاجه بنينه على الاخر. بسم الله خلطنا التفاح والقارص كيف ما ريتو، ما علينا كان نجيبو المول نتاعنا ونبداو نزينو بالطريقه اللي تساعدكم كيف ما تحبوا انتوما. تنجموا كان تحبوا تقصوهم دي كوب وتحطوهم مع الجاتو تخلطوهم راهم فما حتى مشكل، اما جوست انا عجبتني الطريقه هذه تتراو باش تجي معناتها الجاتو مزيانه بقدره ربي. وحبيت نقولكم حاجه اخرى، كان تحبوا بالطبيعه تنجموا تقصوا التفاح من الاول ومن بعد تحضروا الجاتو، بما انه التفاح والقارص يعني مش بشيك حاليلكم وكل شيء تحطوه على جنب ومن بعد تعملوا الجاتو نتاعكم اللي يساعدكم اللي تراوه يعني اسهل لكم. وبالطبيعه تنجموا تاخذوا بالبرشه وتحطوا راهو مش مشكل كما قلت لكم، كان ما عندكمش وسع البال
تنجموا يعني تخلطوه الكل مع بعضه، يعني تنجموا تاخذوا شوية تحطوه مع الخليط وتحطوا شوية من فوق، وإلا تخلطوا الكل مع الخليط راهو ما يقلقش. فوالا جست نحبوا على حاجة مزيانة لا أكثر لا أقل، وتكملوا بنفس الطريقة كيف ما تراو فيها. ما بقانا كان التوش بسم الله الاخراني، ناخذ شويه زبده كيما تراو بطريقه سهله، نقصوها جويده كي تكون طريه شوي ولا حتى يابسه مش مشكل، المهم تكون هكا صغرونين، وتحطوها تفرقوها فوقك التفاح هذيك. وانتخ طون نشعلو على الفرن تاعنا 180 درجه من الفوق ومن اللوطه. بالنسبه لي انا نشعل من الفوق ومن اللوطه، وديما نتوما عينكم ميزانكم نتوما والفرن تاعكم مده 50 دقيقه. شه 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 ما شاء الله، نويتكم ولا نشهيكم بالريحه وبالبن. ما شاء الله قد ما نحكي لكم على الريحه قداش فيوحه. وبالنسبه للجاتو ما تمسوه الا ما يبرد كومبليتمون، اي نوع متاع جاتو يعني اي جاتو طيبوه ما تمسوه وما تقلبوه وما تنحيوه من المول نتاعو الا ما يبرد بقدره ربي كيما تراو فيه كيفاش يتاوى. ديجا تحسوها تلمت شويه قد ما نمشي على ذو، خاطر نقص فيها في الليل باش ياكلوها فطور الصباح، ما خلطش باش نزينها ونعمل بها طاوله وقاعده وكراسي وكل شيء. فوالي فوالا تلمو ريحتها ما شاء الله فايحه، خليتها لهم كيما قلت لكم الفطور الصباح مش باش يصبروا عليها. وهذا جاتونا اليوم كيما ريتو، ما في حد شيء سهل سهل وبنين وخفيف، ونودكم والله ولا نشاهيكم تنجموا تحضروه كلك سؤال فطور الصباح القهوة العشية قوتي لجميع الأوقات، صدقوني تعملوه مرة تولي وتعملوه ديما ديما. بسم الله كيف ما ريتو لهنا حسينو جيت باش نذوق يا اخي حصول، صدقوني بالويخ كيما قلت لكم في الليرة يعني هاكا لا فما لا قهوة ولا حد شيء، جيت نذوق حصلت وليت كملت المرسل الكل. جربوا وحدكم وحدكم واحكموا وقولوا لي. كان جربتوه عادة ما تنسيوش ترحموا لي على بابا لا يرحمه، وما تنسيو زادة باش تبعثوا لي تصوركم كان جربتوا اي روسيت من الروسيتات اللي عملناها مع بعضنا على الباج انستغرام تاعي. حاجة تشرفني وتفرحني وتخليني ديما نرجع لكم بجديد ونمتنوش. وتوم علي كان نقول لكم قبل ما تمشيو زادة ما تنسيوش تعملوا اشتراك وتفعل الجرس باش يوصلكم خاصة جديد بقدرة ربي. ما علي كان نقول لكم كان على بروجي ان شاء الله في فيديو جديد بقدرة ربي.